رجعنا لحضراتكم من جديد. تعالوا ننطلق بقى بالفقرة الإخبارية اللي بنستطلع فيها أهم الأخبار اللي حصلت في آخر 24 ساعة. طبعا كل سنة وحضراتكم بألف خير وكل الأمة الإسلامية بخير وبسلام وبصحة. بدأنا بقى في الاستماع أو الاستقبال الأخبار الخاصة بعيد الأضحى المبارك والحج والإجراءات الخاصة بضيوف الرحمن. والنهاردة معنا خبر مبشر كده ومشرق إنه قامت مصر للطيران بتسيير الجمعة النهاردة 8 رحلات لنقل حجاج بيت الله الحرام، وده بواقع 6 رحلات إلى المدينة المنورة ورحلتين إلى جدة، من بينهم رحلة نقل الحجاج بعددهم 1900 حاج من حجاج وزارة التضامن الاجتماعي والصحة وقرعة الأهلية والغربية وبعثة الداخلية. وبتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في الأماكن الخاصة بالكاونترز وكمان الجوازات، وكمان الأماكن الخاصة بالتفتيش لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار. إن شاء الله كده تصحبهم السلامة إلى الأراضي المقدسة. طبعا دي من أهم اللحظات اللي بينتظرها أي مسلم، هو زيارة بيت الله الحرام. يا رب اكتبها للجميع ودعواتهم تبقى دايما مستجابة وتقبل لهم هذه الحجة. طبعا كل سنة وحضراتكم بألف خير وبألف سلام. بدأ الواحد يستشعر كده الفايبس أو الطاقة الإيجابية بتاعة العيد الأضحى المبارك ويوم عرفات. يا رب يكتبها كده علينا وعلى الجميع وأمة الإسلامية وكل المصريين بألف خير وبألف سلام.